العالم جيمس وات. ولد جيمس وات في العام 1736 ميلادية، وهو مهندس اسكتلندي ولد في غرينوك من أب كان يعمل في التجارة، لكن دون تحقيقه لأي نجاحات. حصل جيمس وات على تدريبه في لندن عند صانع للأدوات، وبعدها عاد إلى غلاسكو للعمل في مهنته. وكان وات على علاقة صداقة وطيدة مع الفيزيائي جوزيف بلاك، وهو مكتشف الحرارة الكامنة. وهذه الصداقة كان لها الأثر الأكبر لوات في توجهه للاهتمام بالطاقة. استفاد من البخار كقوة محركة، وأجرى العديد من التجارب للاستفادة من الضغط الذي يولده البخار. كان العالم جيمس وات يحب الاختراعات، فكان مخترعا ومهندسا وميكانيكيا وكيميائيا. اشتهر وذاع صيته بين الناس، وذلك يرجع للتعديلات الهائلة التي أجراها لتحسين كفاءة المحركات البخارية. ادعى جيمس وات اكتشاف أن تفاعل الهيدروجين مع الأكسجين ينتج الماء، وذلك قبل كافندش أو في نفس الوقت. وقد سميت وحدة القدرة باسم وات تخليدا لذكره. أهم اختراعات العالم جيمس وات. حصل جيمس وات على عدد كبير من براءات الاختراع، منها الحركة التي تعرف بترس الشمس والكوكب، وقاعدة التمدد، والمحرك المزدوج، والحركة المتوازية. وكل هذه الاختراعات تندرج تحت المحركات البخارية. ثم بعد ذلك وقع في يده محرك بخاري من طراز نيو كومن، وقام باختراع مكثف له، وأجرى عليه بعض من التعديلات والتحسينات، مثل المضخة الهوائية وغلاف الاسطوانة البخار، وأيضا هو مؤشر للبخار. وهذا كله جعل المحرك البخاري آلة تجارية غاية في النجاح. وكان في العام 1769 ميلادي، وأدخل العالم جيمس وات ما يعرف بالقوة البخارية على المضخة الكابسة التي اخترعها نيو كومن. وقام وات بتأسيس شركة هندسية بالاشتراك مع بلوتون، وهي شركة سوهو للأعمال الهندسية. وقد أدخل الشريكان مصطلح وحدة القدرة الحصانية. هذا الإسهام الكبير الذي فعله وات وشريكه في تطوير وتحسين المحركات البخارية أدى إلى فتح بوابة الثورة الصناعية في بريطانيا وخارجها. حياة وات المبكرة وتعليمه. توفيت والدة وات عند وصوله إلى عمر 18 من عمره. ثم بدأت صحة والده في التعكر والتعب. بعدها سافر وات إلى لندن ليتمكن من الحصول على تدريب لوظيفة مصنع الآلات لمدة سنة، ثم بعدها عاد لإسكتلندا. استقر وات في مدينة غلاسكو، وهذه المدينة تعد من المدن التجارية الكبيرة، وعزم على إنشاء العمل التجاري الخاص به والذي يتعلق بصناعة الآلات وأجهزة القياس. كان وقتها وات صغيرا للغاية، ولم يتلقى التدريب المهني المناسب الكامل الذي يؤهله لبدء العمل به، ولم يكن له علاقات وروابط كثيرة، لذلك كان العمل الخاص به صغيرا للغاية. لم يتمكن وات من الدراسة في الجامعة كأي طالب، ويرجع ذلك لسوء أوضاعه المادية، ولكنه واظب على تعليم نفسه بعزيمة وإصرار، فتمكن من تعلم الألمانية والإيطالية حتى يتمكن من دراسة المزيد من الكتب العلمية. تعرف وات على الاقتصادي آدم سميث والكيميائي جوزيف روبسون، وقام أحد الأصدقاء الجامعيين وهو البروفيسور جون روبسون في العام 1759 بطرح فكرة عليه، ألا وهي إمكانية وجود سيارة تعمل بالبخار، على الرغم من أن التكنولوجيا في هذا الوقت كانت لا تسمح بدراسة فردية كهذه، لكن الفكرة ظلت مشتعلة في ذهن جيمس وات في وقتها، فكانت هي المصدر الملهم له ولاختراعاته التي اخترعها فيما بعد. إنجازات جيمس وات. تدرب جيمس وات كصانع للأدوات العلمية، ومن ثم تطور إلى مهندس،
ثم عالم ثم مخترع متميز، فقدراته العلمية والعملية ساعدته بشكل كبير على تحقيق الكثير من الأمور والإنجازات. من ضمن الإنجازات التي حققها وات هي إصلاح نموذج تعليمي معطل في جامعة غلاسكو لمحرك نيوكومن البخاري. أيضا قام باختراع مكثف منفصل للمحرك البخاري، وذلك في العام 1765 ميلادية، وهذا بدوره أدى إلى تحسين كفاءته بشكل ملحوظ. قام بإضافة تعديلات وتحسينات على المحرك البخاري والتطوير منه، وأصبح يعمل بفاعلية أكبر على آلات الطاقة في المناجم والمطاحن والمصانع، وذلك دعا إلى إنهاء الحاجة للطاقة المائية. أدخل جيمس وات الكيمياء على صناعة نوع من أنواع الفخار، وساهم أيضا في تخطيط عدد من القنوات والطرق والسكك الحديدية والأرصفة، وقد عمل وات كمهندس مدني، وساهم في تطوير ممارسات التصنيع في المصانع، وقام باختراع آلة لنسخ الرسوم والحروف، وآلة لنسخ المنحوتات، وتلك الآلة قام باختراعها عند تقاعده. جيمس وات والغلاية. هناك قصة شائعة والغرض منها هو توضيح مصدر إلهام جيمس وات لابتكار محرك البخار، وهو رؤيته لعملية غليان في غلاية، وبالتحديد عندما دفع البخار إلى أعلى، وهو ما أظهر قوة البخار. وهناك بعض القصص التي رويت عن جيمس وات في أشكال كثيرة، ومن ضمنهم قصة أن وات كان شابا صغيرا عندما تأمل هذا البخار، وفي رواية أخرى كان كبيرا في السن. ولم يختار جيمس وات المحرك كما دلت القصة، وذلك لأنه كان حسن وطور من كفاءة المحرك نيوكومن، وذلك من خلال إضافته لمكثف منفصل. وهذه الأمور من الصعب شرحها لشخص غير مطلع على مفاهيم الحرارة والكفاءة الحرارية. وفي الغالب هذه القصة التي حكيت عن وات والغلاية قد ألفت من قبل ابن وات، وهو جيمس وات الأصغر، وتستمر هذه القصة في الانتقال بين الناس، وذلك لسهولتها وسهولة فهمها من قبل الأطفال. ويمكننا اعتبار هذه القصة مشابهة لقصة إسحاق نيوتن وسقوط التفاح عليه واكتشافه للجاذبية. وعلى الرغم من أنه في أغلب الأوقات يتم رفض هذه الخرافات في المجال العلمي، لكن قصة جيمس وات والغلاية مثلها كسائر القصص اللطيفة التي لها أساس في الواقع لفهم الديناميكا الحرارية للحرارة والبخار. وقام جيمس وات بإجراء العديد من التجارب المختبرية، ويتم تسجيل مذكراته، وسجل فيها أنه قام باستخدام الغلاية لتوليد البخار. تقاعد جيمس وات ووفاته. وصل جيمس وات إلى سن التقاعد في العام 1880 ميلادية، وهو في نفس الوقت هو في نفس السنة التي انتهت فيها براءات الاختراع التي اخترعها وانتهت معها شركته. قضى وات بقية حياته في السفر لزيارة الأصدقاء والعائلة، وتوفى وات في 25 أغسطس من العام 1819 في هيسفيلد، عن عمر يناهز 83 عام، ودفن في مقبرة كنيسة القديسة ماري في هاند سيورس. وتم إطلاق اسم وات على وحدة القياس للطاقة في النظام الدولي للوحدات، وذلك اعترافا بمساهمات وات وتطويره للعلوم والصناعة. هناك بعض العلماء الذين يجادلون في تصميم وات للحركة الموازية التي توجد في المحرك المزدوج المخترع، مخترع في عام 1784 ميلادي، وهي تعتبر نقطة الانطلاقة والبداية لعصر الأنثروبوسين،